ورجعنا لكم تاني في اجيال ولسه بنتكلم عن المذاكره وفتره المذاكره والامتحانات. في حاجه كل الامهات بيعملوها بالذات الجيل القديم، كنا وقت المذاكره سندوتشين الحلاوه المحترمين اللي في العيش الفينو دول بالقشطه بقى وكده، عشان قال ايه هنركز في المذاكره. تلاقي ماما عامله حله المحشي التقيله الحلوه المحترمه اللي قال يعني انا برم عظم الولاد عشان يعرفوا يذاكروا. طيب تعالوا نتكلم بالمنطق. لما بتبقي عامله عزومه او بتاكلي اكله تقيله وتقعدي كده تضربي كوبايه شاي بعديها، بتحسي ان الواحد دماغه ايه، دماغه بتفصل. الاكل التقيل بيخلي الواحد كده بيبقى عنده رغبه في النوم ودماغه بتفصل. جميل. فانا لما اعمل لاولادي اكل تقيل في وقت زي وقت الامتحانات ده اني منطق؟ يعني بتبقي متخيله ازاي ان هو هيدب محشي ولا مكرونه بالبشاميل ومش عارفه بانيه وحاجات محمره وحاجات محشيه جبنه وحاجات محشيه لحمه وحاجات تقيله جدا، وان هو هياكل الكلام ده ويقعد يذاكر، ونقعد نقول ده قاعد بينام ويقول انا عايز انام اول ما بيذاكر، ما هو قاعد لو قام لي عمل حاجه تانية هيلعب. هو مش فكره قام عمل حاجه تانية، هو واكل اكله تقيله مخليه طالبه معاه ينام، هيركز ازاي؟ والمعده والدوره الدمويه بقى عماله بتعافر عشان تهضم القنابل اللي هو خدها ده. بعدين السكريات يا جماعه، السكريات اصلا بتهايبر الواحد كده، تخليه مش مركز هركز في ايه ولا في ايه، يعني عارف السكريات بتخلي الواحد كده مش متزن. فنقعد نعمل بقى حاجات وعيش فينو ده لوحده، العيش الفينو ده بيخش يعمل مأساة عشان يتهضم في المعدة. هيحصل ايه لو قررتي ايام الامتحانات انك تأكلي ولادك اكل صحي، وتاكلي انت كمان انت وباباهم، ما انت مش تعملي لابو العيال محشي وتأكلي العيال لحمة وسوتيه، يعني اعملي لهم حاجة خضار ني في ني مع شوية رز مع فراخ في الفرن ولا لحمة في الفرن ولا حاجة مشوحاها كده على النار كأنها مشوية، حاجة خفيفة عشان حتى هم يبقى معدتهم قادرة تتحمل ان هي ما تبقاش مضغوطة، فتديهم احساس بالنوم او المغص او عسر الهضم، فما يبقوش مركزين معاكي. الواحد بقى بيستغرب ان اطفال صغيرين بيشتكوا من مشاكل في المعدة. احنا عايزين ناخد بالنا من الموضوع ده عشان المذاكرة عايزة تركيز. سيبوا الدورة الدموية في المكان الصحيح، سيبوها في المخ شوية. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.